قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. في مبادرة من خيال على الهواء مباشرة، تتصل على واحد من أصدقائك ترى معنا على الهواء، تصنع له. طب تكلم يلا كلم. السلام عليكم عبد العزيز. عليكم السلام. هلا والله وسهلا. هلا والله، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. وشلنا عنك؟ ترى عبد العزيز مو عارف، قول له انت على الهواء وقول له على برنامجنا. قول انا قلت لك عبد العزيز موضوع صح اليوم؟ اي قايل له قايل له زين تبع البث كامل. عشان ليجي عشان ليجي بالعيد. ها، وهذا من احد اصدقائي، هو الصديق، هو العضيد، هو الاخ، هو السند، هو كل شيء كل شيء. ما شاء الله، والله يعزه ويحق لك. عزه سم حبيبي، سم الله عدوك. ايش السر اللي خلى خيال ما شاء الله يقول الكلام ده عنك؟ والله ما ادري. اظن عشان ها توجه الخيال هذا، صداقة قديمة جدا. اوجه الخيال. طيب ابشر، لكن محمد يقول اظن انه في بينكم يعني عشيته قبل كذا ولا ها؟ كيف؟ عازمة على عشاء انت ولا شيء البارح ولا؟ لا مو على عشاء، لا لا. انت صديقه فين؟ في المدرسة ولا بصفة عامة؟ لا في نادي، مشارك معه في نادي وصديقي. صديق ما شاء الله ومعه في نادي، بس ما انت معه في المدرسة صح كذا؟ اي لا مو معه. قد رحت للبيت؟ نتعازم ترى احنا كثير، تخيل هذا الاسبوع هذا الاسبوع تقابلنا انا وياه مع مجموعه من الاعضاء اعضاء النادي. بس انت قدرت البيت؟ قدرت العزيز البيت؟ لا هذه ان شاء الله نتطور ان شاء الله. ان شاء الله قلنا مو لا ما يعني سؤال انه لا الحين لا يعني انه اذا قلتوا لا انه انتم لا ما اصدقاء، لا لا مو معنى مو لازم كل شيء. بس هذه من ضمن الاشياء اللي انا سالت فيها، انه الحين تحس فيها تقوى العلاقه، انه الشخص الصديق مره المقرب يعني ممكن يصل، يمكن من قوه الصداقه يصير الامهات تتصاحب. ايوه صح، صدق والاباء وكذا، امه تعرف امه صح. صح. عبد العزيز سم، انت منشد ما شاء الله صح؟ سم منشد. يلا الله صوتك حلو ما شاء الله يقولون صح؟ ايه. هذه معلومه جاتني الان من كنترول. طب نبغى نسمع منك شيء، ايش رايك؟ ابشر. عندك نشيد عن الموضوع هذا؟ عن الموضوع ايوه. يمكن والله ما اتوقع في شيء عن الموضوع. طب ايش شيء قريب من الموضوع؟ شيء قريب أيوة. من الموضوع ايوه. ما في شيء انت في بالكم مثلا؟ انا حاليا يعني اللخم كيف جاتني. طيب اي شيء يطرى على بالك جيبه، حتى لو على رمضان جيب. اي حاجه. اي شيء قصدي اي شيء. طيب يلا تفضل. يا من شكوت الضيق في صدر الرحب، والدمع فاض من الاسيه وانسكب، اهرع إلى الرحمن وأقدرك توبة واسجد له في ذلة وله اقترب، اهرع إلى الرحمن وأقدرك توبة واسجد له في ذلة وله اقترب، واسجد له في ذلة وله اقترب، في موطن فيه انكسارك رفعة وجلاء هم وارتياح من تعب، وامضي طريق الحق نورا مشرقا، وعمل لربك كل خير واحتسب، وعمل لربك كل خير واحتسب. ما شاء الله تبارك الله، تحية أبو هدى والله يستاهل، تبارك الله. ياك يعطيك العافية، شكرا لك يا عزوز، يعطيك العافية ما قصرت. وعزوز ترى نباك ضيف دايم بدل خيال، خلاص صوتك حلو وتسولف معانا مواضيع وتنشد لنا. خيال ما ينشد لنا نشيد، وحتى محمد من جنبه ترى لا اقول انا نشيد بس. ايوه تفضل. يعني ما شاء الله هم مقدمين ما شاء الله على مستوى. يا حبيبي شفت ترشيح حق الاصدقاء، يعطيك العافيه عزوز، شكرا لك ما قصرت، في امان الله. نلتقي قريبا باذن الله، وخليك قدام الشاشه تابعنا في موضوع حلقتنا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.